لزول. حريتنا على طول، حتى الاحتلال يزول، ويا رائد يا بطل، انت رمز المعتقل، ويا رائد يا بطل، انت رمز المعتقل، ويا الخليل يا بطل، ترابك هز المعتقل، حرية 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 حرية، ولا أسرانا الحرية، ونكتب على المسدس، وحق الأسير المقدس، ونكتب على المسدس، وحق الأسير المقدس، وحريتنا على طول، حتى الاحتلال يزول، ومن غزة لجنين، وشاعب واحد ما بيلين، ومن غزة لجنين، ويرحم روحك يا شيرين، ومن غزة لجنين، ويرحم روحك يا شيرين، حرية 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 حرية، لا أسرانا الحرية، لا أسرانا الحرية، حريتنا على طول، حتى الاحتلال يزول، يا خليل انت الصلقة وانت الصوت، يا خليل انت الصلقة وانت الصوت، يا خليل وانت اللي تحديت الموت، يا خليل انت اللي تحديت الموت، يا ريان انت الصلقة وانت الصوت، يا ريان انت الصلقة وانت الصوت، يا ريان وانت اللي تحديت الموت، يا ريان انت اللي تحديت الموت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كل الشكر والتقدير لمن حضر والآن يساندنا في الوقفة التضامنية مع الأسرى الأبطال والأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم 72 بدون مداعمات، ووضعه الصحي خطير جدا ويعاني من أوجاع كثيرة، ولغاية الآن لم ينقل الى مستشفى مدني، انما هو الان متواجد في مسلخ الرملة. اما الان ومع كلمة حركة الجهاد الاسلامي يلقيها الاخ الشيخ الاسير المحرر محمد علان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، معز المؤمنين ورافع قدر الأسرى والمجاهدين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وعلى قائد سرايا الفاتحين وعلى أهل بيته
بحياتهم وبصحتهم لأجلنا جميعا. فلتخرج المدن والمخيمات والقرى عن بكرة أبيها نصرة للأسرى. فقضية الأسرى في عقيدتنا لا تقل قداسة عن قضية الأقصى والمسرى. فهذا مقدس في عقيدتنا يستحق التضحية، وهذا مقدس آخر في عقيدتنا يستحق التضحية. الرسالة الثالثة: نهيب بمقاومتنا الغالية إلى سندنا وعصمتنا من بعد الله جل في علاه في قطاع غزة، أن يكون لهم الكلمة الفصل في إضراب خليل وأخيه رائد. فقد بلغ اليوم خليل من الخطورة ما بلغ. لا وقت للانتظار، هؤلاء الأسرى لهم فضل على المقاومة، ولولا تضحيات الأسرى لما بلغت المقاومة إلى ما بلغت إليه اليوم، سواء في غزة أو في جنين أو في كل أنحاء الضفة. فالفضل لأهل الفضل ألا ننساهم داخل السجون لوحدهم. الرسالة الأخيرة إلى كل من يسمون أنفسهم قادة الشعب الفلسطيني، إلى الجهات الرسمية: أين أنتم أيها السلطة الفلسطينية؟ أين أنتم يا من بيدكم صنع القرار؟ إلى متى تنتظرون حتى يأتي خبر شهادة أحد الأسرى المطربين عن الطعام كي تتحركوا؟ نحن نريد أن ننقذ حياتهم قبل أن يمسك أي مساها أي خطر. لا نريد، لا قدر الله، أن نحمل قليل عودة على التابوت كما حمل بالأمس نعش شيرين أبو عاقلة على التابوت. نحن شعب أسرانا خط أحمر، نحن شعب لا يمكن لنا أن ندير الظهر لأسرانا. وختاما نقول: الحرية العاجلة بإذن الله لخليل ولرائد ولكل الأسرى، والشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى، والرحمة لشهدائنا الأبرار. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إخوانكم في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. حرية 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 لا أسرانا الحرية، لا أسرانا الحرية، ولا خليل الحرية، ولا خليل الحرية، ولا رائد الحرية، ولا رائد الحرية. وحريتنا على طول، حريتنا على طول، حتى الاحتلال يزول، حتى الاحتلال يزول. ويا رائد يا بطل، يا رائد يا بطل، انت رمز المعتقل، انت رمز المعتقل. ويا خليل يا بطل، يا خليل يا بطل، ضربك هز المعتقل، ضربك هز المعتقل. السلام عليكم. الآن الدعوة شباب في الزيت، شباب مواد الجمعات هناك، يعني لابد من يكون هناك كلمة لمن دعوا لهذه الوقفة لنصرة أسير خليل عواودة ورائد بن ريان. والآن مع كلمة طلاب جامعة بير زيت يلقيها محمد الخطيب. يا الله يا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على قائد جحافل المجاهدين سيدنا
محمد. يا نافخا على الشمس يوما لتطفئها، هرب قواك ولم يدر بك القمر، فأسران الأبطال هم أقمار يضوئون لنا الطريق الحرية، طريق التحرير، ونحن نقف اليوم هنا نصرة ودعما للأسرى المطربين على الطعام، الأسير البطل خليل راد المطرب عن الطعام لليوم 73، والأسير البطل رائد ريان المطرب عن الطعام لليوم 38 على التوالي. نقف هنا لنؤكد على أننا معهم دائما وأبدا، وسيبقى طلاب الجامعات بخط الدفاع الأول عن أسران الأبطال، وسيبقى طلاب جامعة كفير زيت هم الطريق، هم خط الدفاع عن أسران الأبطال. فتحية للأسرى المطربين القابضين على الجمر، متحديين هذا الاحتلال وسينتصرون بإذن الله. ونستغرب أيضا من الصمت من الحكومة والفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب كافة، فيجب أن نتحرك دائما من أجل أسران الأبطار وأن لا نتركهم وحدهم. طلاب جامعة كفير زيت، حرية 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 حرية، ولا أسران الحرية، لا أسران الحرية، ولا أسران الحرية، لا أسران الحرية، ومن غزة لاجئين، من غزة لاجئين، وشاعب واحد ما بيلين، شاعب واحد ما بيلين، وشاعب واحد ما بيلين، شاعب واحد ما بيلين. والآن مع كلمة عائلة الأسير خليل عوودة يلقيها عم الأسير فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رسالة إلى أبناء الشعب. حقيقة إننا شعب نحسن أن نعظم أوتانا، فحبذا لو أكرمناهم أحياء قبل مماتهم. بالأمس القريب كانت شيرين أبو عاقلة بيننا، وما أن فاضت روحها إلى السماء حتى سارعنا باكتشاف شيرين الإنسانة، شيرين المرابطة، شيرين الصابرة، شيرين بنت القدس، فضلا عن شيرين الصحفية. أكرمناها بما يليق بها، فحبذا لو أكرمناها حية قبل مماتها. الآن خلف القضبان يحيى خليل عواضي ورفيقه رائد ريان. خليل عواضي اليوم 73 على التوالي يخوض إطرابا عن الطعام بلا مداعمات، وضع صحي متهالك، حبذا لو اكرمناه حيا قبل ان نحمله على الاكتاف. خليل المتفوق دراسيا، الحاصل على التفوق في الثانوية العامة، المتفوق على مستوى جامعة بوليتكنيك فلسطين، والمتفوق على مستوى جامعة القدس المفتوحة، لمدة 20 عاما لم يكمل دراسته الجامعية، رائدا في كل المجالات، رائدا في المعتقد، رائدا في الحياة الاجتماعية، مثقف، واعي، مؤدب. حبذا لو اكرمه شعبه بوقفة حرة نزيهة كريمة لتساعده على النصر على الجلاد في هذا الزمن الصعب. خليل الان قريب من ان يفقد بصره. خليل الان يعاني من جفاف كامل في كافة أنحاء جسده، اضطراب في عمل القلب، جفاف عام في الكلى، أزمة في كافة مفاصل خليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الوقفة هي آخر الوقفات لكافة الأسرى المضربين عن الطعام، وأن يكون في القريب العاجل حرا أبيا بيننا،
وقد عاد وانتصر على جلاده وسجانه، انه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرية 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 حرية، لا أسران الحرية لا أسران الحرية، ونكتب على المسدس نكتب على المسدس حق الأسير مقدس حق الأسير مقدس حق الأسير مقدس حق الأسير مقدس. حرية 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 حرية، وحرية على طول حرية على طول، حتى الاحتلال يزول حريتنا على طول حريتنا يزول حتى الاحتلال يزول. يا خليل ولا تهتم، بدنا وحدة وطنية وحدة وحدة وطنية وحدة وحدة وطنية، وكل القوى الثورية كل القوى الثورية، وفتح حماس وشعبية فتح حماس وشعبية، وفتح خط الدمام فتح خط الدمام، بكرة بتيجيكم حماس بكرة بتيجيكم حماس، عملية استشهادية عملية استشهادية Come on.
وارفع ايدك على الصوت. واللي بيهتف ما بيموت. وتحيتنا محررة. لا معاي جبارة. تحيتنا عالية. تحيتنا عالية. وتحيتنا عالية. وتحيتنا عالية. ولا معاي زاوية. Yeah.
شعبي عن خوان، ثورة شعبي عن كيان. قولوا الله قولوا الله، حيثني المحيى الله. قولوا الله قولوا الله، هاي ريان مش حي الله. ابن الاخر بتنادي، ابن الاسم بتنادي، احفظ باب الاولاد، احفظ باب الاولاد. ام ناصر بتنادي، ام ناصر بتنادي، احفظ باب الاولاد، احفظ باب الاولاد. وحده وحده وطنيه، وحده وحده وطنيه، فتح حماس وشعبية، نكتب على المسدس، حق الأسرى مقدس، حق الأسرى مقدس. من رام الله لا تنين، من رام الله لا تنين، وحدة شعب ما بتنين. فليسقط غصن الزيتون، فلتحيا البندقية، عملية استشهادية. جوا الزنازين هبت نسمة حرية، قالوا خالي لسه سلمنا قرابة مور.